السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنشاهد في هذا الفيديو اختبار بين الـ HDD والقرص الـ SSD، وسنقوم بتجربة هذين القرصين ونرى ما هما الأسرع، وهل الـ SSD أسرع بعشر مرات من الـ HDD. وسنشرح أوجه المقارنة بينهم من حيث مبدأ عملهما وكذلك سعة التخزين وما هي عيوب كل آخر، وسنقوم كذلك باختبارات متعلقة بتثبيت الويندوز وكذلك إقلاع ومختلف التحاميل للألعاب. كل هذا في هذا الفيديو. سنبدأ العمل. قبل الخوض في هذه التجربة سيكون لدينا هنا لابتوبين أو حاسوبين لهما نفس وحدة المعالجة المركزية يعني i3 ونفس الذاكرة الحية ونفس كذلك المارك يعني من حاسوبين أو لابتوبين من شركة لينوفو. وسنقوم بهذا الاختبار ونقوم بالضغط على زر التشغيل في نفس الوقت على اللابتوبين ونرى النتيجة. نقوم بالضغط هنا في نفس الوقت ونقوم بتشغيل الوقت أو الساعة وننتظر من هو الذي يقلع أولا، هل الاس اس دي وهل اش 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 دي دي، ونرى إن كان الوقت الذي هو سرعة 10 أضعاف اس اس دي من الاش دي دي أو لا. وبالتالي هنا لدينا الـ SSD قد تم إقلاع الكمبيوتر على الدقيقة أو الثانية 19، وسنرى الـ HDD متى يتم الإقلاع. وكما ذكرنا سابقا اللابتوبين لهما نفس المواصفات ونفس كذلك النظام التشغيل ونفس الذاكرة الحية ونفس الـ CPU ونفس الماركة. وبهذا الـ HDD قد تم إقلاع الويندوز على الدقيقة أو الثانية 48. وبهذا القرص الـ SSD أسرع بكثير من القرص الـ HDD. وسنقوم هنا بشرح في هذا الفيديو الفرق بين الـ SSD والـ HDD في طريقة العمل في كليهما. فأكبر نصيحة هي استعمال SSD. فنلاحظ هنا الـ HDD فهو يعتبر بحجمه الكبير وثقا في نقل سرعته البيانات، حيث يعتمد على الأقراص هنا والإبرة لنقل وكتابة البيانات، وهو يعتمد على العمل الميكانيكي يعني نقل البيانات وحفظها، تعتمد على تحرك الإبرة والأقراص. وفي حالة سقوطه على الأرض فهذه الأقراص والإبرة فهي معرضة للتلف. نلاحظ هنا عين أخرى من HDD شركة سيجيت باراكودا، فهي على 2 تيرا بايت. وبالنسبة لمواصفات السعر فهي رخيص، فهو رخيص، ولكن بالنسبة لنقل سرعة البيانات 250 ميجا بايت في الثانية فهذه تعتبر سرعة بطيئة بالنسبة للـ SSD. كما أن مع مرور الوقت الـ HDD يفقد سرعة نقل البيانات ويمكن أن يتسبب لك في بطء الكمبيوتر. ونلاحظ هنا الـ SSD Solid State Drive، فهو ننصح به لسرعة تحميله ونقل البيانات وكذلك يساهم في سرعة الكمبيوتر، وذلك لاعتماده على شرائح إلكترونية هنا بدل الأقراص والإبرة في تخزين ونقل البيانات. وكذلك فهو حتى إذا سقط على الأرض فلا يخرب مثل الـ HDD. وكذلك من ناحية الحجم الـ SSD أفضل من الـ HDD، ولذلك ننصح بالـ SSD. وسنقوم هنا بمجموعة من الاختبارات متمثلة في سرعة الإقلاع وسرعة التثبيت وتجربة الفرق كذلك في الألعاب بين القرصين. سأترككم مع هذه الاختبارات فشاهدوا إلى الآخر، ولكي تعرفوا الفرق الواضح أو الشاسع بين القرصين.
وسنقوم كذلك بتجربتهم على هذين اللابتوبين، يعني نفس اختيار المواصفات مع اللابتوبين الذي جربناهم عليهم في أول الفيديو، حيث هذان اللابتوب مع ذاكرة حية لواحد جيجا، ذلك لسي بي يو أو وحدة المعالجة المركزية كور دو ديو، وكذلك نفس المارك من اللابتوب. التجربة وننتظر في الآخر ونرى الفرق بينهم كذلك. وبهذا الفرق واضح جدا. وقد وصلنا إخواني إلى نهاية هذا الفيديو، فلا تنسونا بالاشتراك ودعم القناة، والسلام عليكم.